جدا على مش بس الاحزاب، كمان على مرشحين الرئاسه، ان في شعارات لطيفه جدا ولكن ما فيش خطط فعليه. يعني مثلا لما بيجي مثلا نتكلم في فرنسا على سبيل المثال، الاحزاب المختلفه المتصارعه يعني بيطلع بيبقى في مناظرات، فبيطلع المرشح المحتمل بيقول والله التعليم انا شايف ان احنا عندنا كذا كذا وعندنا فلوس كذا كذا، فلوس دي احنا هناخدها هنعمل بيها كذا كذا في خطوات كذا كذا، مشاريع حقيقيه لها خطوات. مشكله الاحزاب مع كل احترامي ومشكله ايضا المرشحين الرئاسه هي ان هناك شعارات واهداف بدون خطط فعليه. تعليقك على ده؟ اعتقد ان مرحله المناظرات ومرحله تقديم مش الخطط مناظرات، الخطط ان الخطط من المناظرات هيطرح فيها خططه، اعتقد جايه في المرحله القادمه، لان لابد الشعب المصري هينتخب مرشح رئاسة يقدم له مشروعا لبناء مصر. طب والاحزاب؟ والاحزاب يا فندم احنا دلوقتي عندنا كثرة احزاب كثيرة جدا. الاحزاب اللي هيخليني اروح للكرامة ما اروحش للحزب التاني. الاحزاب احنا داخلين البرلمان وسابقا كنا في برلمان 2005، كنا دائما بنطالب بان في موازنة عامة، في ايرادات عامة وفي انفاق عام، لابد وان الايرادات العامة توجه في صور انفاق عام بشكل جيد، لها اولويات لابد من ترتيبها، وده كنا بندعو إلى هذا بحيث أن هذه الأولويات تنزل للتعليم، تضخ في التعليم وتضخ في الصحة وتضخ في الإسكان وهكذا. يعني طبعا لم يكن مطالبنا محل تحقيق لأنه كنا أقلية، بعد الثورة أعتقد البرلمان القادم قادر على أن يوظف هذه الإيرادات في وجوه إنفاق سليمة ولها أولويات اجتماعية سليمة وفقا للبرنامج اللي هو قلنا عليه، البرنامج اللي بيعتنق التحالف بالشكل الواسع، التحالف السياسي اللي بيقول اني يقوم على حق المواطنه وينتهي بالحقوق السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي انا شرحتها دلوقتي. يمكن يا فندم احنا بس بنستند الكلام ده لان المواطن المصري حاسس ان هو بعيد تماما عن الاحزاب السياسيه، يعني هو حاسس ان هو في حته والاحزاب السياسيه بتتكلم بلغه تانية خالص. فهي دي الفكره، ان من ان احنا عايزين نشوف حاجات فعليه قدامنا، نشوف خطط عشان نقدر نروح للسياسيين، لان بقالنا كتير جدا بنسمع كلام سياسيين وبقالنا كتير جدا بنسمع اهداف وبنسمع حاجات كتيره جدا، بس نفسنا حاجه تتحقق على ارض الواقع. فعشان كده احنا كل بنتمناه ان فعلا نشوف خطط زي ما شريف بيقول، اهداف معينه في التعليم، انا هيحصل لي كذا في الصحه، هيحصل لي كذا، عشان يبقى في مقارنه، عشان يبقى في مقارنه، واحنا في الاخر الشعب هو اللي ليه الحق انه يختار. لما الاقي حزب الكرامه بينافس على حاجه معينه وما الاقي ان في احزاب تاني ولا ان كل ده كله بينصب كله في منبع واحد وهو مصلحه البلد ومصلحه المواطنين، متهيألي هو ده اللي هيقدر يحل الفجوة اللي موجودة ما بين الاثنين. من المؤكد احنا داخلين في مرحلة جديدة هتختلف عن المرحلة السابقة اختلافا جذريا، وبالتالي كل أي حكومة ملزمة الآن بتحقيق هدفين على وجه الاستعجال. هو الهدف الأمني، أن تحقق الأمن للمواطن في الشارع السياسي، ده مطلب ملح وله أولوية. والهدف الثاني هو برنامج لإنقاذ مصر وتحقيق هذه المطالب التي تراكمت لمدة 30 عاما وتحقيقها للمواطن المصري البسيط اللي بيتطلع انها تلبى بالزبط. له لا يمكنها تلبى بين يوم وليله، ولكن من خلال برنامج بالظبط خطه وجدول زمني نقدر نعرف قدر من التفاؤل يعني. اكيد. طيب راي حضرتك يا فندم، المجلس العسكري هل هيلتزم باقامه الانتخابات الرئاسيه في موعدها ولا ممكن يكون في تاجيل؟ المجلس العسكري قام بدور كويس جدا ومحترم في الثوره، صحيح كان في الاول كان اتخذ موقف حيادي انما بعد كده انحاز لقوى الثوره، واعطانا وعدا بان لابد وانتقال السلطه الى المدنيين، مدنيه منتخبه، لانه هو قائم باعمال الوكاله عن الاصيل وهو الشعب المصري الان بالثوره، وبالتالي يستطيع الاصيل هذا ان يسحب هذه الوكاله لو تلكأ فيها المجلس العسكري. وانا اربع بهم انهم اعطوا وعود وانهم لن يتلكوا ولن يتراجعوا عن الوعود اللي اعطوها، واذا تراجعوا عن هذه الوعود فالشعب المصري عرف طريقه وميادين مصر مفتوحه لان احنا نستطيع ان نعيد الثوره، زخم الثوره مره اخرى. متفائل بالانتخابات البرلمانيه؟ متفائل لانه ليس امامنا الا هذا. مخاوفك لا. ايه؟ مخاوف انا بتمنى ان مخاوفي طبعا منه ان يحدث قدر من العنف اللي ممكن يبقى موجود، انما لن العنف لن يطال كل الجمهورية، في بعض الأماكن يجب أن يتم تكثيف الأمن وتأمينها خاصة العواصم الإقليمية والقاهرة، لأن ممكن إنما يعني البلطجة ممكن تظهر فيها، ولكن في الدوائر الريفية بتبقى هناك توازن عائلي وأنا نائب وأعلم التوازن العائلي ممكن يحجم قدر
من هذا العنف. احنا نتمنى ان انتخاباتنا نحزو حزو تونس ويمر اليوم بسلام. بس لا بس حضرتك يا فندم قلت لي حاجه بره يمكن قبل ما نخش على طول الانترفيو، انا اسفه، ان المعركه مش سهله وان المعركه ان احنا لازم نقاتل، يعني حتى لو كان البرلمان اللي جاي مش على مش هو بشكل مثالي في طريقنا لتحقيق الكمال، يعني يعني يمكن ان قدامنا معركه والمعركه طويله والمشوار لسه طويل، بس لازم يكون في بدايه صحيحه. هو بالنسبه للتفاؤل مبني على ان في مثلث لابد اللي هو القوات المسلحه والامن، ولا على الامن ان يعني نريده ان يستعيد دوره وارادته، لانه هو الان ارادته منكسره لم تتحقق ارادته. وانا في تصوري انه حين قادر على استعاد دوره لو اجتمع المجلس الاعلى للشرطه وقدم اعتذار للشعب المصري على الانتهاكات التي احدثها في 30 سنة الماضية، اعتقد ده كفيل بان يطفئ، يعني يعتبر سيارة مطافي تطفئ كثير من الاحن بين الشعب. لا هو ده بقى لف كبير قوي وطويل قوي ما يقفلش الكلمتين خالص، يعني مش قصدي حاجه. عندنا مثلث اخر، عندنا ضلع اخر في المثلث وهو الشعب لابد ان يحرس هذه الانتخابات لانه يحرس مستقبله في نفسه. بالظبط يا فندم. وبالتالي علينا ان نستعيد فكره الشباب اللي طلع وسد الفراغ الامني وامل اقام لجان شعبيه جيده ممكن يتم حصرها حتى لا يتسلل الى احد يبلطج او يخرب ويتواجدوا أمام اللجان. وأعتقد أن هذا يحدث الآن ويتبلور في لجان شعبية حتقوم بهذا الدور. بنتمنى طبعا بالمشاركة مع الشرطة العسكرية ومع الشرطة أن يكون في لجان شعبية من المصريين تكون يعني واقفة موجودة في الانتخابات. بنتمنى أن يسمحون لك كده. بنتمنى أن هم يسمحون لك كده طبعا. الأستاذ سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة، نشكر شكرا جزيلا على وجودك. شكرا يا فندم جدا. بكيتكم موجود معنا تاني عشان تعلق بقى على سير المرحلة أو المراحل الانتخابية بشكل عام. أيوة شعب وشورى وانتهاء بالانتخابات الرئاسية في 2013. يا رب إن شاء الله يعني. بنتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكل الأحزاب المصرية كمان التوفيق، وأهم حاجة أن مصر تكون هي الأولوية. طبعاً مصر هي هدفنا بإذن الله. بنتمنى طبعاً. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، كلامنا في انتخابات أكيد ما بيخلصش خالص. الفترة اللي جاية خليكم معنا.